والخبر اللي جاي ده خبر إنساني وخبر حلو جدا وخبر أعتقد ما فيش حد ممكن إن هو يسمعه وما يحسش إن في إنسانية في الخبر نفسه. نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي قال إن هو هيقيم بدءا من 26 مارس باستضافة إفطار مفتوح على جانب الملعب، ده في سابقة هتكون الأولى، أعتقد حاجة محترمة جدا للنادي ولملعب أصلا بتتكلم في الدوري الإنجليزي، خيمة رمضانية وإفطار رمضاني، هيكون كده يعني الحدث المجتمعي الأكبر كمان في رمضان، وهيتيح الإفطار المفتوح للمسلمين وفرصة كمان لتوفير مساحة أمنة عندك للحوار والمشاركة المتبادلة، زي بتقالك bridging the gap بين الناس يعني أو بين الثقافات المختلفة والجنسيات المختلفة، أعتقد دي حاجة مهمة جدا. هيتم دعوة كمان عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي زي طلاب المدارس مثلا مع موظفين نادي تشيلسي، كل الناس اللي هتبقى موجودة اللي هي زي ما تقال يعني مرحب بيهم ان هم ينضموا. هيكون في تنظيم كمان الافطار ده، هو تنظيم افطار مفتوح او بنظام الافطار المفتوح، وهيكون بالتعاون مع مشروع الخيمه زي ما كنت بقول لحضراتكم الرمضانيه، وهي المفروض مؤسسه خيريه حازت على جوائز، تاسست كمان في عام 2013 وحازت على جوائز عديده بهدف جمع المجتمعات معا وتطوير كمان التجمعات في شهر رمضان، وكمان بيحتفل او يعني هيحتفلوا او المشروع ده بيحتفل بالخيمه الرمضانيه بالذكرى العاشره لتاسيسه، وهيقيم كمان مهرجان رمضان السنوي، هو احتفال سنوي بيكون يعني بالفن والثقافة والإبداع. فبتقالي حركة حلوة جدا محترمة جدا، وفكرة ان انت بتعمل حاجة زي كده او اللمسات اللي زي كده خلينا نقولها او التصرفات اللي زي كده او المواقف اللي زي كده بتعمل سلام ما بين الشعوب المختلفه للافكار المختلفه اللي البعض للاسف بيهدها او بيحاول ان هو يهدمها على صعيد اخر، فانت بالحاجات اللي زي كده بتقرب الشعوب من بعض يعني، فانا شايفه بجد انها حاجه جميله جدا ومحترمه جدا بصراحه. مليون في الميه، وعايز اقول لك دي برضو اكيد من ضمن انعكاسات تألق لاعبين المصريين والعرب المسلمين بصفة خاصة اللي بيلعبوا في الأندية المختلفة في الدوري الإنجليزي. أذكر على ما أذكر من كام سنة كان في واحد من مشجعي ليفربول كان كاتب تويت، كان مش فاكر كان تويتة ولا كان بوست، بس كان تقريبا بوست على الفيسبوك وكان طويل حبتين وموجهه بشكل مباشر لمحمد صلاح، بيقول له فيه ما معناه يعني أنت إيه؟ أنت مش مكفيك الأرقام القياسية اللي بتعملها، أنت مش مكفيك إن أنت وحدتنا كلنا على حبك، مش مكفيك. من ضمن الحاجات اللي قالها إيه بقى؟ قال له أنت مش مكفيك إن أنت غيرت الصورة النمطية اللي الغرب واخدها عن الإسلام وعن المسلمين، أنت مش مكفيك إن أنت ما معناها أخرست ألسنة كل الناس اللي بيعادوا الإسلام والمسلمين. فطبعا دي من ضمن انعكاسات هذا الأمر، وأكيد حاجة مهمة جدا إن أنت بتتكلمي فيها. صحيح. فكرة يعني بتتقال بصيغ مختلفة، بس هي فكرة توحيد الناس كلها على أمور معينة ملهاش علاقة بدين بعينه، فكرة السلام وفكرة المحبة. بالزبط. أكيد حاجة رائعة جدا. المشكلة عند البعض يا كريم منتشرة، ومش في دول أوروبية ولا في عربية فقط، هي منتشرة في العالم كله، هي في بعض الأفكار لسه العنصرية الموجودة طبعاً. اللي البعض بيعتقد أنه هو الأفضل لمجرد أنه هو اتولد بنوع معين، رجل أو امرأة أو مثلا جنس معين أو ناشوناليتي يعني أو جنسية معينة طبعاً. على فكره لا حد بيختار يبقى راجل ولا ست، ولا يعني احنا اتولدنا انا لقيت نفسي ست كريم، لا نفس كل واحد فينا لا نفسه كده، لا اخترت انا شكلي عامل ازاي ولا ديانتي عامله ازاي ولا اي حاجه، كلنا بنيجي في حاجات ربنا هو اللي بيختارها لنا، فدي نقطه مهمه جدا. ففي الاختلاف حياه، الحياه دي طبعا اصلها الاختلاف، ففكره العنصريه انا النازي ما بفهمهمش، يعني مش مجرد ان انت مختلف يبقى انت ربنا ميزك، لا خالص، بلاش علاقه اسود وابيض مصري هندي واتافر، ما حدش، ما فيش حاجه اسمها كده، كلنا بشر، كلنا ايكوال، كلنا عندنا حقوق واجبات، كلنا بني ادمين جايين نعمر الدنيا دي لفترات معينه. فانا نفسي العنصريه تنتهي، وبالاشكال وبالتصرفات اللي احنا بنشوفها دي واللمسات الحلوه دي، اعتقد دي خطوات يعني بتحاول ان هي تحارب العنصريه في العالم كله. فلا شابو بجد الفكره عجبتني، ويا ريت ده تعمم، ويا ريت احنا كمان نعمل حاجات زي كده. طبعا طبعا.